يا جدعان، عاملين ايه؟ انا مصطفى، واهلا بكم في فيديو جديد. النهارده هعمل انبوكسنج للماوس ده اللي هو جي 403 والهايبر اكس الوي اف بي اس برو. تمام. مش ده مش ريفيو، بس انا هقول لكل واحد لكل حاجه فيهم انا ليه اخترتها، اشمعنى يعني جبت ده ما جبتش كذا، او ايه الحاجه اللي في الفئه السعريه من شركه تانية او من نفس الشركه لو اغلى شويه، بس ليه جبت دي وليه ما جبتش دي. تمام. نبتدي بالماوس الاول. تمام. ليه الجي 403 وليه مش الجي 502 او الريزر ديس ادر؟ التلاتة في نفس الرينج، بس على فكرة بالنسبة للسنسور التلاتة مفيش فرق كبير، يعتبر زي بعض. فهنا بتبتدي تروح للشكل اللي هو يعتبر حجم الماوس وابعاده اللي تستريح له فيه، اللي هتعرف تتحكم فيه كويس طبعا، لان انت هنا عندك السنسورات كلها زي بعض. تبتدي ان انت تتوجه للي هتتحكم فيه احسن، بحيث ان هو يديك اداء احسن او افضلية اكتر في اللعبة، بالاخص لو بتلعب العاب اف بي اس كتير. اللي خلاني اروح لده بدل طبعا والوزن، الحجم والابعاد والوزن اللي خلاني اروح لده وما اروحش للديس ادر و الجي 502. اولا اتقل واحد فيهم اللي هو الجي 502، وده الوسط اللي فيهم، واخف واحد فيهم تقريبا اللي هو الديس اتر. تمام. فده دي اول ميزه. تمام. تاني ميزه الحجم، ده اصغر حجم فيهم. وانا متعود على الماوسات اللي حجمها صغير، لان انا ليا طريقه معينه في المسك الماوس اللي هي بيقولوا عليها الكلا، اللي هي بتبقى عامل ايدك كده. تمام. هوريكم الماوس انا كنت بستخدمه من فتره كبيره، او بقالي فتره كبيره بستخدمه. هيبان لكم ليه جبت الماوس ده. ده الماوس اللي انا بستخدمه اللي هو المايكروسوفت ده. طبعا زي ما انتم شايفين حجمه صغير ووزنه خفيف. فأقرب حاجة في التلاتة دول كان اللي هو الجي 403. وعلى فكرة كان أوضح لكم حاجة كمان، كان في ليا فلوس زيادة في شركة الشحن أو الناس اللي هتجيب لي الحاجة ديت، فقالوا لي هنجيب لك الجي 502، وأنا رفضت. يعني دي كانت تاني مرة يجيلي إن أنا أقدر أروح للجي 502 ورفضت، لان انا زي ما قلت لكم يا جدعان، هي الموضوع مش موضوع ان كل الناس جايبه حاجه فكلنا بنجيب زيهم وخلاص. بالعكس، يعني يا ريت لو متاح لك ان انت تجرب الثلاث ماوسات وتقرر بنفسك، بس للاسف انا ما كانش متاح لي ان انا اجرب اي حاجه من الثلاثه، فاتجهت للحاجه اللي انا من كتر الريفيوز اللي شفتها اكتر حاجه مناسبه بالنسبه لي انا. تمام. حاطط لكم لينك للريفيو بتاع الماوس ده، شفته هو بصراحه يعتبر ده اكتر حاجه اقنعتني بالماوس ده. تمام. هنعمل له بس هوريكم بس الكرتونه الاول، بعد كده نعمل له انبوكسنج سريع. تمام. دي الكرتونه من قدام اهي. تمام. من الجنب مفيش حاجه مفيده، من ورا بيقول لك ان هو ده الوزن بتاعه اللي هو 90 جرام، وفي 10 جرام بتقدر ان انت، مش عايز اقرب عشان الشادو بس ما يبهدلش الدنيا، ممكن كده تكون واضحه اكتر. 90 جرام وفي 10 جرام تقدر تشيلهم وتحطهم. بيقول لك ان في 6 زراير بروجرامابل تقدر تعملهم زي ما انت عايز، وان طول السلك بتاعه 2 متر، وان هو الار جي بي اللي فيه من هنا بيوصل لحد 16.8 مليون لون، والكلام ما علينا فيه. تمام. هنفتحه. شيت، عشان هو سيلد. ثانية واحدة بس، مش عارف افتحه بايد واحدة. تمام. اخيرا رجعت. ما بيتفتحش الا لازم لما تقطع البتاع دي، صعب ان انت تشيلها كده. تمام. خلينا نفتح البوكس. لا ما تقوليش في واحدة تانية. دي البلاستيكة دي. كرتونة فيها زي ورقة صغيرة هنا أو كرتونة. No idea. في ورقة تانية جوه. ما علينا، نظبط الفوكس. تمام. طبعا اكتر حاجه بتميز الماوسات اللوجيك يا جدعان الحوار حوار ان الكابل بيبقى ملفوف كده، مش بيبقى متطبق. ده بيخلي ان انت الماوس ما يمسكش معاك في حاجه، بيبقى سهل يتحرك، ما بتحتاجش او ان انت تجيب ماوس بانجي اللي هي بتركب عليها السلك بتاع الماوس.
طبعا كل الحاجات دي بتفرق في الناس اللي هي الاف بي اس جيمرز كومباتيتيف فحت، كل الحاجات دي بتفرق معاهم الحاجات البسيطة دي. تمام خلينا نطلعه. طبعا زي ما انتم شايفين العشرة جرام دول، العشرة جرام اللي هم اللي بيتضافوا للماوس عشان يبقى دايما بيوصل وزنه ال 100 جرام. ما اعتقدش ان انا هركبهم، مش عارف لسه. وادي الماوس اهو، يا لهوي الماوس اسود والدنيا بايظه خالص. باك جراوند سودا. ده الماوس اهو يا جدعان. طبعا طبعا ده اتقل من ده ملحوظ، انا بقارنه بده طبعا، والحجم اكبر شويه طبعا. ما اعتقدش ان الفرق واضح قوي في السواد اللي احنا فيه ده. هو اكبر واتقل حاجه بسيطه، بس حاجه يعني الواحد يقدر يتعامل معاها. تمام زراير هي صوتها دي بي اي كحاجة مبدئية. اقول لكم حجمه مناسب الصراحة، بس طبعا مش هقدر احكم عليه لما اجربه واستخدمه والعب بيه وكده والكلام ده، بس بصراحة مسكته مريحة والزراير اللي في الجناب سهل اوي ان انت توصل له. ما علينا، مش هنطول في الماوس كتير، هنروح لل كيبورد. قبل ما نروح للكيبورد في حاجة مهمة نسيت اقولها، او حاجة نستعملها في الفيديو، ان انا اوصله واوريكم الار جي بي اللي فيه. طبعا انا معملتش اي حاجة ونزلتش برنامج، انا وصلت بس الكابل. ممكن ان انا اطفي الاضاءة بتاعت الشاشة بحيث انه يبان بشكل احسن. ما اعتقد انا كده عملتها خالص. خلينا اشغل الشاشة تاني. زي ما انتم شايفين انا وصلته، بس ما شغال اصلا، ما هو شغال اهو. طيب تمام، دي حاجه كويسه. زي ما انتم شايفين النور هنا، النور هنا اللوجو وهنا بس. اعتقد ينفع تطفيهم وتشغلهم براحتك، مش هي مشكله. دلوقتي بقى نروح للكيبورد. تمام يا شباب، ودلوقتي جينا للكيبورد الهايبر اكس. فين كلمة هايبر اكس؟ هايبر اكس اهو، هايبر اكس الويد اف بي اس برو. طبعا برو ده اللي هو بيجي من غير العشر زراير اللي هم بتوع الارقام، اللي من غير كلمة برو اللي هو اللي طبعا في الارقام. مش محتاجة ذكاء. الكيبورد اللي هو الوي اف بي اس العادي كان محقق نجاح كبير جدا، بعد كده نزلوا منه ده. واول ما نزل كان في منه الريتش الريد سويتشز بس، بعد كده نزل البلو. ليه جبت ده؟ ليه ما جبتش الريد دراجون؟ اللي اغلب الناس لما بتعمل اوردرز اللي انا عملته ده وبيجيبوا ماوس وكيبورد جيمنج بيتجهوا دايما للريد دراجون. تمام، اولا في الريد دراجون كيبورد جميل جدا، بس السويتشات اللي فيه كلون، كلون للتشيري ام اكس، مش سويتشات التشيري ام اكس الاصليه. انا قلت بجيب كيبورد كل فتره وفتره، فاجيب حاجه اوريجينال وخلاص. على فكره الفرق في الاداء يعني مش اللي انتم متخيلينه يعني. وهنا الفريم بتاعه كله ستانل ستيل. تمام، وزي ما قلت قبل كده السويتشات البلو، ما اخترتش طبعا، ولو طبعا مش هقعد اقول لكم الفرق بين الريد والبلو، بس الريد للجيمنج وبتبقى صوتها اقل. انا مش جيمر اللي هو 24 ساعه شغلي كله او ادائي كله على الجهاز جيمنج، ساعات بشتغل مونتاج بساعات كبيره وحاجات لي شغل على الجهاز، فا اكيد مش هروح لحاجه بس اللي هي الجيمنج. بالاضافه ان التكتيكال والفيدباك بتاع البلو احسن بكتير من الريد لو مش هستخدم الكيبورد في الجيمنج بس. تمام، هوريكم بس كام حاجه انا فتحته عموما عشان ما اتزولش زي كل مره. في من تحت اللي عليه اللوجو بتاع الكلاود 9 دي اللي كان فيها شراود، بس طبعا سبعه دي حاجه انا خدت بالي منها اصلا دلوقتي وانا بقلب فيه. شوية حاجات من المكتوبة ورا على السريع، ان هو زي ما قلت لكم في جيمنج مود اللي هو تقدر تلغي اللي هو لما تدوس على الويندوز ما يطلعكش برا اللعبة، والانتي جوستنج، وزي ما قلت لكم ان هو في سوليد ستيل فريم. اوكي، بس مش حاجة تانية مهمة. نعمل انبوكسنج بسرعة. على فكرة اول مرة افتحه انا قطعت
انا متضايق قوي من حوار الاضاءه ده، انا عارف ان انتوا مش شايفين حاجه، عشان كده ما كنتش عايز اعمل الفيديو، بس اعذروني يعني. انا اول مره افتحه على فكره، ما دستش على ولا زرار وما اعرفش صوته عامل ازاي. انا عايز احاول اطلعه بره من قبل ما ادوس على اي زرار، مش عارف اعرف ولا لا. طبعا هو طلع عادي، ما فيهوش على فكره، السلك بتاعه بيتركب ويتفك زي اليو اس بي، هو او يو اس بي مش زي اليو اس بي، مكانه هنا اهو. تعالوا نشوفه بس هو فين في الكرتونة أصلا. ده شكل الكرتونة من جوه، تمام. طبعا دي تقريبا اللي بتشرح ال RGB، هحاول أطلعها وأوريها لكم. تلاقي هنا في النور كده عشان الناس تشوف، بتشرح حاجات عن الميديا كي وال، ما علينا، ما أعتقدش إن أنتم مهتمين بالكلام ده أوي. أنا سمعت صوت دلوقتي على فكرة، دست بالغلط. انا عايز اوصل لحوار الصوت ده بسرعه، عشان ده اكتر حاجه انا بصراحه مستنيها. في البتاعه دي كانت جوه الرامات ومش عارف حاجات، حاجات ليهم ماوسات وسماعات. طبعا هايبر اكس طبعا شركه معروفه جدا. فينك كابل اهو، بعتذر على زاويه التصوير السيئه جدا جدا دي. الكابل هو زي ما قلت لكم ان هو يو اس بي من الناحيه التانيه، دي اللي بتركب في الكيبورد طبعا. ودلوقتي نيجي، ما ينفعش اشيل دي بلاش. لا من فوق اهي، ادوني ثانيه معلش عشان مش عارف اشيلها بايد واحده، استحاله اشيلها وارجع لكم. تمام يا شباب، دلوقتي انا طلعته، حاولت على قدر المستحيل ان انا ادوس على ولا الزرار عشان ما اسمعش الصوت بتاعه. انا ليا كانت تجربه واحده بس للكبريتات الميكانيكال، وكان زي ما قلت لكم مش ريد دراجون، نوع تاني، حاول احط لكم اسمه لو عرفت اجيبه. وكان سويتشات ريد وكانت كلون برضو، ما كانش حاجه اصليه، مش تشيري ام اكس اصليه. فنبتدي بقى، واحاول اقرب عشان الصوت يوضح. واو بجد، واو يعني. فرق كبير طبعا بين الريد وال، مع ان الريد اللي انا جربته كان كلون زي ما قلت لكم. لا بجد التكتيكال والفيدباك حاجه ملحوظه جدا، حاجه لازم تجربها مع مهما اوصف لكم، عمركم ما هتحسوا بال او هتعرفوا الحاجه دي، لازم تجربوها. فخليني اوصله بالمره عشان ما اعملش غلطه الماوس، واوريكم الاضاءه بتاعته. ورجعت لكم يا شباب. طبعا اول حاجه بس عايز اقولها، الاضاءه في ال، ما اعتقدش ان انا اقدر اعمل حاجه عشان اوضح لكم، ممكن كده كده مقاربه اكتر للواقع. الاضاءه بتاعته جميله جدا، مهما اوصف لكم في ال، في الفيديو حاجه، انا طبعا شفت له فيديوهات كتير، في الفيديو حاجه وفي ال، خلينا نفتح نوت باد كده. تمام. الاضاءه في الفيديو حاجه، تحس ان هي احمر مبيض. وفي ال، وفي الواقع بصراحه حاجه تانية خالص. انا بحاول اقرب لكم على قد ما اقدر من الواقع. في الاحمر لون غامق، في، سوري، في الاحمر ايه، في الاحمر انا مش عارف اتكلم يعني. في الواقع لون احمر غامق كده وشكله رهيب الصراحه. انا هحاول اخلي الاضاءه في الماوس لونها احمر برضو، اهو جت احمر اهي بس راحت خلاص. على فكره ده مفيش منه اصدار RGB على ما اعتقد، مفيش منه، في منه بس اللي هو الريد العادي. قد اكون غلطان بصراحه، مش متاكد، بس ما اعتقدش ان كان فيه، كنت اكيد جبت هجيب الRGB. بعد 10 سنين رجعت لكم مره تانية. طبعا مش عايز اقول لكم كميه الغباء اللي انا فيها. انا اصلا شفت له كذا فيديو بس، وكان بيشرحوا الحاجات دي، بس انا طبعا ما كنتش بركز في الحاجات البسيطه دي. كل حاجه بتدوس اللي هو فانكشن ويمين وشمال، ده اللي هو الثابت، ده اللي هو البريزنج، طبعا بقيتهم ما اعتقدش، ده اللي هو على حسب الدوسه بينور. ده ايه؟ او ماي جاد،
نفتح البتاعة دي. انا ممكن اخليها على ده على فكرة. انا يعني رايحين جايين بقى. اوه ده الجيمنج مود بقى، ده هو منور لك بس الحاجات اللي هي الجيمنج. اعتقد ده اخر حاجة، فمفيش حاجة تانية. ممكن نرجع بقى. هما كام مود صغيرين، مش حاجات ياما على فكرة. والثابت. طيب يا شباب، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، استفدتم منه، استمتعتم بيه. انا كنت واخده، ما كنتش محضر له زي ما قلت لكم، انا ما كنتش عايز اعمله، فهتلاقوني تقول اي كلام في اي كلام. هل هعمل ريفيو ده او للماوس؟ بصراحة معرفش. انا هجرب الحاجة، لقيت ان مثلا ممكن اعمل ريفيو الفرق ما بين الماوس ده مثلا والماوس اللي كان عندي اللي هو المايكروسوفت اللي عامل حوالي 250 جنيه. ممكن اعمل فرق ما بين الحاجة ميكانيكال وحاجة مامبرينج اللي هي الكيبوردات العادية الرخيصة البنجبا ما بتكملش 100 جنيه وال50 جنيه والكلام ده. بس فمش عارف بصراحة، مش حاجة اكيدة. بس لو حابين ان انتوا تشتركوا في القناة بحيث ان انا نزلت حاجة زي كده توصل لكم. بس اتمنى بجد ان انتوا تكونوا استمتعتم بالفيديو. يا شباب تقيموا الفيديو عن طريق لايك او ديسلايك، وتشتركوا في القناة لو عجبكم المحتوى. واي حد حابب يسألني على اي حاجة في الكومنتات تحت اكيد هرد عليك بكل التفاصيل المتاحة بالنسبة لي. بس كنكون وصلنا لنهاية الفيديو. سلام يا شباب.